اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده من برنامج اسال مع ميرا. النهارده فرحانه جدا لان انا عندي ضيوف كنت من زمان من زمان مستنياهم. طبعا برحب استاذه ليلى فانس فانس ويلث مانجمنت. اهلا بيكي استاذه ليلى. اهلا بيكي. النهارده استاذه ليلى معاها بقى هديه جميله جدا لينا. ساره فانس، هاو ار يو ساره؟ انا كويسه شكرا. ساره وحشتينا قوي. انت كمان. طبعا كل سنه مشاهدين عارفين ان ساره كانت مذيعه معانا هنا. رحتي فين بقى يا سارة؟ أنا كنت مشغولة خالص مع المدرسة ومع المذاكرة، دلوقتي أنا فرحانة جدا أشوفك وأعيب هنا. وإحنا كمان فرحانين بيكي قوي أستاذة ليلى. Thank you so much for coming. أنا عارفة قد إيه أنتم مشغولين، وسارة كمان رجعت المدرسة النهاردة. إحنا مش مشغولين أبدا، يعني وأنتي بتسألي لازم نيجي على طول. حبيبتي Thank you so much، ربنا يحافظ عليكم. طبعا أول ما بنسمع اسم ليلى بنس بنقول على طول في إيه اللي حصل في الستوكس وفي الاستثمار وفي الماركت. الحقيقة الستوكس والاستثمار كويسين جدا جدا اليومين دول. ترى انت فاكره زمان لما عملتي لي انترفيو في الكورونا، في وقت الكورونا كم مره كنت اقول لك اخلي الناس تجمد قلبها وتعمل استثمار لان ده هيعلى، وفعلا ده اللي حصل. الستوك ماركت دلوقتي عالي جدا، وي جاست هيد ان اول تايم هاي من قيمه كام يوم. وعشان يعني الناس تقول ليه الحكايه دي بتحصل، ازاي يكون الستوك ماركت كويس كده والايكونومي لسه وحشه وفي ناس طالعه من الاشغال وكده. بس الحقيقه ان في ناس، الناس بتشتغل من البيت يعني from home they're working they're doing very well. ولما الجفرمنت حطت الستيمولس باكج حطوا فلوس كتير جدا، حطوا فلوس اكتر من الايكونومي عايزاها. ففي فلوس كتير جدا في البلد دلوقتي. و as a matter of fact right now we have an all time high in the savings rate ever in the United States. Savings rate. الناس عندها فلوس لأنها في فلوس بتيجي وما بيصرفوش. ما فيش vacations، ما فيش restaurants، ما فيش، فما بيصرفوش فلوس. فدلوقتي عندهم فلوس وإن شاء الله لما الحكاية تتفتح والحاجة ترجع ويبقى في فاكسين وإن شاء الله على آخر السنة أول سنة الحالة هتبقى أحسن كتير جدا في الإيكونومي نفسها. دلوقتي الحالة كويسة جدا في الستوك ماركت لأن الستوك ماركت بيبص قدام سنة، مش بص دلوقتي، بيقول سنة من سنة من دلوقتي إيه اللي هيحصل. الشركات هتبقى كويسة جدا والحالة هتبقى كويسة والفاكسين هيرجع فالناس بتشتري دلوقتي لأنها عارفة إن الشركات كتير منهم دلوقتي بيعملوا كويس وبعد كمان لمدة سنة هيبقوا أحسن. اوكي، طب ده ممكن يأثر علينا احنا او نستفاد منه ازاي؟ طبعا تستفادي ان انت تعملي استثمار. ممكن تعملي استثمار في الستوك ماركت وتشتري شركات كبيره عامله كويس جدا. كل الشركات اللي بتعمل تكنولوجي وماشيه كويس جدا زي ابل مثلا. ايوه اوكي، يا الشركات الكبيره هي ابل وامازون وفيسبوك ونتفليكس وفي شركات كثيره جدا بتعمل كويس لان الناس بتشتري منها. فممكن تعملي يعني، طب اهم حاجه ما تشتريش كله مع بعض لان دلوقتي عاليين. تشتري شويه دلوقتي وتستني كمان تشتري شويه، يعني it's called dollar cost averaging بحيث ان انت تشتري over time. اوكي بيرفكت، شكرا كتير. ساره ماما اسمها كبير قوي في الانفستمنت، هل انت عندك اي باك جراوند عن الانفستمنت او انت بتعملي ستوك نفسك؟ لا الحقيقة أنا فخورة بيها جدا، بس أنا عايزة أعمل حاجة تانية، ممكن حاجة مع الحقوق، حقوق الإنسان. أيوة. Human rights. أيوة. Okay. That's very very kind of you. شكرا. سارة أنا عارفة إن أنت، يعني أنا قعدت أقول أنا أقدم سارة إزاي، هي she's very good student, she's an artist. أنت عندها ألبوم، الألبوم بتاعك اسمه إيه سارة؟ ألكزام. ألكزام، هنسمع منه حتة كمان شوية. وبتمثلي وتتشود كمان. وبتتكلمي كام لغة يا سارة؟ أربعة. أربع لغات. أه. طيب إزاي بتقدري تلاقي وقت لكل الحاجات دي؟ ما أعرفش. صدقيني ما أعرفش. الحقيقة يعني أنا عندي عائلة رائعة and they support me. Mama wa baba, anything I want to put my mind to that I want to pursue in education, they always encourage me. مع اللغات
مع الرياضيات مع كل حاجة يعني anything that I want to pursue in school they're willing to support me and they want to encourage me and to give me their expertise of what they know from their life growing up how to help me in these areas so I think with their support نشكر ربنا I've been able to be very successful الحمد لله طيب احنا عايزين نخلي الناس تسمع شوية الميوزك بتاعتك فممكن لو المخرج جاهز نقدر نسمع حاجة قولي لي بقى احكي لي ازاي عملتي ألبوم سارة انت كان عندك كم سنة طبعا بكلم سارة سارة شيز امريكان يعني باباها طبعا امريكان ومولودة هنا ومتعلمة هنا بس بتتكلم فلوينت عربي فانا بكلمها عربي كل الوقت وهي فهماني طبعا قولي لي بقى الستوري بتاعت الدي في دي اللي عملتيه ده ايه الحكاية مع الألبوم كانت زي I have an uncle هو يشتغل مع الميوزك في ناشفيل we wanted to do my dad wanted to do something special for me for Christmas and he knows I like to sing and so what he did was he had my uncle write 10 original songs for me which I then sang in the and I recorded and I sang over 3 days and then you know after that I thought you know, in the future I don't want to pursue music professionally I'd like to do a career in law and something to help maybe human rights and so what we ended up doing was I said okay why don't we use the proceeds from the album to go to a good cause so we donate the proceeds any proceeds my album makes to the Egyptian Cancer Hospital, ECN, because it's a cause I'm very passionate about. You know, growing up in America, but being Egyptian, I want to still help my Egyptian community because Egypt means the world to me. So, really, yeah. So you think Egyptian community is your community? Yeah, أيوة طبعاً أنا مولودة هنا لكن مامتي هي مصرية وأنا مصرية كمان الناس مصرية وناس أمريكانية وعشان كده أنا لازم يعني أساعد كل الكوميونيتيز بتاعي طب very nice طب أستاذة ليلى إزاي خليتيها تندمج وليه خليتيها تندمج في الكوميونيتي المصرية؟ هي متأثرة بيكي قوي على فكرة على فكرة هي متأثرة بي ومتأثرة بمامتي يعني مامتي الله يرحمها كانت يعني سارة وهي كانوا قريبين قوي مع بعض وكانوا دايما ناخدها مدرسة وهي صغيرة وانت عارفة البلد هنا لو ما عندكيش مساعدة من اهلك تبقى صعبة جدا وفعلا اهلي ومامتي وابويا كانوا معانا دايما وهم ساعدوني ان انا يعني بياخدوا سارة المدرسة كل يوم وكان ماما دايما تكلمها عربي وبعدين هي عارفة انا قد ايه انا بحب مصر بحب مصر جدا 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 فاعتقد يعني هي حست انها يعني الروتس بتاعتها وبعدين لما يعني كل ما قربت على مصر لقيت قد ايه الناس هنا لما ما كانت عندنا مستشار Her Excellency لمياء مخيمر وتعرفنا على مصريين اكثر وعلى عادل اسكندر والاغاني العربيه حست شدت قوي لمصر اكثر وان شاء الله كنا ناويين نروح مصر في الصيف وما قدرناش بس هي راحت مصر مره واحده بس وهي عندها 3 سنين فكنا ناويين نروح الصيف ده بس ان شاء الله اول فرصه تيجي عندنا نقدر نروح هنروح لانها بتحب مصر قوي قوي وهي فعلا يعني مصريه امريكانيه Equally. That's very nice. Yeah. طيب ازاي يكون عندك teenager وانت very successful lady يعني business woman وعندك teenager وبتمر بقى وهي في امريكا وانت مصريه فانت مش عايزاها تبقى very American وفي نفس الوقت انت مش فاضيه علشان تقولي لها احنا عندنا Egyptian culture وعايزاها تبقى ناجحه وتبقى كمان اكتر نجاحا منك فتقدري تساعدي الامهات دلوقتي ازاي انك تخلي بنتك very involved في الكوميونتي وكمان very successful الحقيقه دي يعني you know you have to be a role model يعني لازم تشوف قد ايه انا وباباها يعني بنشتغل ونحبها قوي قوي وهي دايما number one for us رغم ان احنا عندنا شغل وبيزي قوي لكن سير ديفنتلي نمبر 1 يعني لو هي عندها حاجه في المدرسه ريجاردلس عندنا ايه في الشغل لازم نروح عندها يعني
لازم هي لازم الاولاد يكونوا بيحسوا انه إن انت نحب بحبهم، يعني هي عارفه انا بحبها قد ايه. دائما اقول لها نحبها اكثر قد البحر. هي تقول لي بردك. فالمحبه دي لما يعني حست ان احنا بنحبها كده طبعا، يعني هي بتحس كمان ايه احنا المفروض تبقى تعمله هي عشان تشوف قد تقول لنا قد ايه هي هي يعني هي بتحبنا. So she on her own الحقيقه ابتدت تعمل الحاجات دي كلها وتبقى وتاخد بالها من نفسها وتذاكر وتقرب للحاجه المصريه وبعدين طبعا بتروح الكنيسه، ويعني لازم دراسه في البيت وفي الكنيسه، وكمان المدرسه اللي بتروحها هي كمان مسيحيه فبتتعلم كله. وبعدين يعني الحقيقه طبعا ساعات مهما عملتي لازم الولد او العيل يكون نفسه كمان. I'm very lucky انها she's good. طيب يعني انا عايزه حاجه اكتر عمليه، لان الناس دلوقتي very stressed من كل حاجه بتحصل حواليهم، وكتير قوي بينجلكت او بيزعقوا. يعني انت عمرك مثلا زعقتي فيها جامد؟ ايوه طبعا. ايوه طبعا. وبعدين الحقيقه يعني مسامحة غلط لازم، يعني لازم you're the parent I'm the parent I have to طبعا لازم you know she I you know nobody's يعني perfect يعني yes okay. yeah the fact is when هي صغيرة كنت نحطها في corner لو yeah لو كانت أو ناخد منها لعبة لو كانت تعمل حاجة وحشة وكذا لازم تتعلم، يعني you have to teach them That's very good. طب أكتر حاجة شايفها إيه ممكن الولاد يشوفوا مامتهم أو باباهم بيعملوها ويتعلموا منهم؟ فلازم to watch yourself علشان بنتك she's watching أو ابنك they watching. So أكتر حاجة ممكن تكون الولد والبنت بيلقطوا من مامتهم إيه؟ طبعاً يعني لو أنت curse they curse. الشتيمة of course. Right. الشتيمة. If you smoke they smoke. If you drink they drink. أنا ما مش أي حاجة من دول. That's very good. ده كلام حقيقي يا سارة؟ دي الحقيقة. That's the حقيقة. شاطر يا ماما. شكرا يا ماما. That's very good. اوكي طيب سارة كانت مذيعة معانا جميلة جدا طبعا، يعني أنا عارفة إن هي she got very busy. بس أنا عايزة أوريهم جزء من السادة المشاهدين جزء، وهي ابتدت وهي she's 16 كانت معانا لما عملت مذيعة. ممكن لو المخرج يورينا حتة من ال من الموضوع بتاعها اللي كانت بتتكلم فيه. A special Christmas episode and we're going to be talking with Angela and Yuanna. It's nice to meet you guys. Nice to meet you too. So we're going to be talking a little bit more about one of the most important Christian holidays, Christmas. It is the birth of our Savior when Christ came, and it also marks the beginning of something wonderful. How Christ lived his life and how he chose to die for our sins, and we wouldn't have the salvation we have today without him. He also is the King of Kings, the Lord of Lords, Prince of Peace, but he was born in a manger to teach us about how humility works, how to be humble, even if you are one of the most amazing people that's ever lived. If you are the Son of God, you still need to be humble. So he came to teach us about that. So now we're going to learn a little bit more about Christmas with Angela and Yuanna. So Angela, can you please tell us a little bit more about Christmas, like the story of Christmas? It all started at Nazareth. There was a girl named Mary. Her parents weren't like, they didn't have kids. And then they prayed a lot so they can have a kid. And they said, when we have a kid, we'll send her to the like altar, or, like the temple, and then she'll like stay there and be a servant. And then she was too old to serve, like not too old, but like she was done serving. A good man named Joseph, he came and he counted her as his fiance, or like they were like technically engaged. One day, the angel. Why do you think that we love Saint Mary so much? What makes her so special? She, as I said before, she was like, and like her parents didn't have any kids. They prayed a lot so they can have a child, and she went to serve on the altar since she was like little.
So she's very blessed, and she's also the mother of God. Like, that's the big blessing and the big thing. Yeah. Yeah, that's perfect. So in addition to the other people that were at the manger, there were the shepherds, and there were also the three wise men. So in addition to Mary and Joseph and Jesus, can you tell us a little bit more about the three wise men and sort of like how they came and why they came? So the three wise men came and they brought in some presents, and those presents were gold, frankincense, and myrrh. Yeah. So the gold represents the king of heaven and earth, which is God, Jesus Christ. And the frankincense represents... طيب, you managed ده كان شو بتاع سارة, وكان اسمه ايه فاكرة؟ Shine On With Sarah. Shine On With Sarah, وكانت ماما هي اللي اختارت الاسم صح؟ ايوه. Shine On With Sarah. سارة, كان انتي الاكسبيرينس بتاعتك ايه كانت في البرنامج؟ يعني حسيت البرنامج added anything for you؟ طبعا طبعا, انا يعني انا بحب ربنا و كمان بحبك. وانا عايزه اعلم على الاولاد how do you know more about God, because I think it's a very important part of everyone's life, and my life in particular, my mom's life, and you know, I think that it's good to, you know, share. I think we're blessed to be able to share. That's very good. And انت تكوني leader وعندك your own show, what does that mean to you, and if this is something you would like to pursue in the future or not? I think for me, I definitely like leading in things that I feel are helping other people. Like, if I feel that I'm able to help another person, I want to lead the project to help with that, because I feel it's an important part of who I am and what we must do for each other, you know. But in terms of show and media, I'm hoping to do something from a more business standpoint, maybe from a law standpoint, uh-huh, than from a involvement in entertainment standpoint. Very good. Tayeb, we have one of your fans. I want to speak to you. Hello? Hello? Hi. Hi. Hi, this is Angela. Hi. Hi, Angela. Hi, Angela. Hi, Mira. How are you? I'm fine, hi, honey. Hi. Hi, Sarah. Hi, Angela. Hi. Just a few words. I'm not going to take a lot of time. I was really happy with the valuable experience that I had on the show with Sarah. I really loved it, and I loved how people watched it, and it was on YouTube. I have no idea. I just had so much people at my church, and they're like, did you go on Coptic Chat? And I was like, how do you know? And then they're like, you're with Sarah Pence. And I was like, yeah. And then they were like, here it is. And I was like, okay, I'm famous. But I was just so proud to just have a good experience of being on the show with Sarah. I'm really glad to see her again on Coptic Chat. I'm really proud of you. Oh, shukran habibti. You know, and أنا فخورة بيكي كمان, و I'm so happy to hear your voice, and it was such a pleasure to get to know you that day. It was really nice and amazing, and I hope that you have an amazing day and an amazing rest of the school year too. Thank you so much. Hope you guys stay safe. Thanks, you too. Thank you, Angela. Thank you, Angela. And wish to see you soon في الشو برضو. Thank you, Angela. حلو قوي لما نلاقي ناس يعني grateful للحاجة البسيطة اللي احنا عملناها. So how I can be grateful to any simple act, وانا لسه برضو young ومش عارف حاجة في الدنيا. How I can show my gratitude to others? I think the most important thing that you can do, and it's the, you know, the golden rule of the Bible, you have to treat others how you want to be treated, right? And you know, even if someone shows anger towards you, if someone is not acting towards you the way that you would want to be treated by them, you still have to treat them as you would want to have them treat you. So you have to set an example for them to follow. Wow, يعني ده golden rule بتاع البايبل, صدقيني برافو عليك.
انا ما كنتش عارفه بس ان انت تعامل الناس بالطريقه اللي انت تحب انك تعامل بيها. بالظبط بالظبط. That's very good. طيب استاذه ليلى, الاستثمار والانفستمنت والماركتنج وكل الحاجات دي اتس هيوج لايك يو نو ماركت علينا كلنا. هل انت بتحبي ان ساره تكون انفولف, او لو انا عندي دلوقتي تين ايج ونفسي ادخله وازقه في الاستثمار وفي الماركت, اقدر اساعده بطريقه بسيطه ازاي؟ قصدك ان هي تستثمر ولا هي تشتغل؟ نو ان هي تستثمر انها تشتغل. الحقيقه من هي اول ما اتولدت يعني من كانت عندها 3 أسابيع وانا ابتديت احط لها فلوس في الاستثمار. ليه؟ لان لازم تتعلم يعني حتى لو هي مش عايزه تشتغل في الشغله دي. yes. هي عارفه انها مثلا وهي صغيره يعني لما كبر قلت لها انها اشتريت لها ديزني واشتريت لها فاكره سيرة؟ ايوه ديزني وكوكولا وماكدونالدز. وكانت دايما تقول لي لا انا ما اروحش برجر كينج, اروح ماكدونالدز بس انا عندي اسهم فيه. ما اشربش بيبسي, انا اشرب كوكا بس عشان انا عندي اسهم فيه. فابتدت تتعلم, ودي حاجه مهمه جدا ان انت تعلموا اولادكم يعني تحاولوا تستثمروا في الشركات ان هم يقدروا يعرفوها ويكونوا واخدين بالهم منهم, يعني يشتروا ابل لان كل واحد عنده ابل ايفون او كده. ف and it's growing right. فلو تعلموا اولادكم يعني يستثمروا في حاجات هم بيستعملوها وبيعرفوها, هيعرفوا ان دي لما الناس بتشتري منها ولا بتلحق فلوس بتطلع في السعر. فتبتدوا بحاجات يعني ابتديت انا بالبيسك دي, وبعدين لما كبرت يعني كانت قالت لي طب عندنا كلب بنشتري حاجات كتير قوي للكلب بناكله ونشتري باتكو عشان ده فاكره. وطبعا قالت لي عايزه اشتري ابل, وبعدين هي كل نهار على امازون. كل يوم بيجي لنا امازون باكج لازم تشتري. فتحاولوا يعني دي حاجه تبتدي اولاد تتعلم ان يعني حاجات بتستعملوها وتعملوا يعني تشتروا اسهم صغيره لحد ما تعلموا تعلموا من هم صغيرين. علشان حتى يعني مهم قوي انها هي عارفه جدا البورتفوليو بتاعها وبتستثمر ازاي وبتعمل, علشان يعني لما تكبر يعني هيكون عندها فلوس ان شاء الله هي كمان تعرف تعمل بيهم ايه, وابتدت وهي صغيره تقدر تمانج الفلوس وتبقى وايز يعني في الصرف الفلوس. وعارفه انها ازاي بعمل بتشتغل دلوقتي يعني في السيف اتليست شغلانه بتجيب لها 6000 عشان احط لها الراث ايرا. دي اهم حاجه, اي واحد عنده شغل لازم يبتدي يعمل بالراث ايرا دي. راث ايرا دي ايه؟ راث ايرا معلش. الراث ايرا دي هي اكونت بتقدري تحطي فيه up to 6000 if you have earned income. لازم تكوني تشتغلي. لازم تكوني تشتغلي. الفلوس دي بتطلع كلها بتستثمريها, ممكن تستثمريها بالاسهم. ايوه. وبعدين كل اللي بتطلع تاكس فري, ولما تاخدوهم ريتايرمنت بيبقى تاكس فري. اوكي. فمهم قوي دي. يعني كل الفلوس اللي بتعملوها الفوائد مش بيتاخد عليها تاكس. وبعدين ما تاخديها تسحبيها كمان. ما يكونش فيها تاكسس. الاثنين. ايوه. سو راث ايرا انا عارفه ان هي فيري امبورتنت. ونبقى نتكلم عليها مره ثانيه حلقه لوحدها. حلو قوي. طيب لما ساره قالت لك تعالي نشتري باتكو كان جود ديسيجن ولا لا؟ ما فعلا طبعا اشكر ربنا. ابتدينا يعني بصينا على الشركه وطبعا هو دي بالك في امريكا هنا بياخدوا بالهم البيتس زي الانسان زي البيبي زي البيبي. ف وبعدين مثلا باتكو دي مش بس اكل للكلاب, بس كمان بيعمل لهم فيها مستشفى جوه وفيها where they keep the pets at night and you know. So it's a full service and it's going to continue. حتى في الايام دي في كوفيد they still do very well. Oh yes. Yeah, اكيد عشان الكلاب طبعا. بيتكوتس بيج ديل. طيب في الوقت اللي هو بتاع الكوفيد 19 كله قاعد في البيت وانت كنتي بتشتغلي زي ما انت, مفيش اي مشكله. بالظبط. طيب عايزه اعرف الكوفيد 19 هل اثر على الاستثمار؟ انت قلتي لي شويه اثر وبعدين قلتي لي رجع كويس تاني. ايوه. طب دلوقتي احنا في موقف ان هو كويس. ايوه. صح؟ ايوه كويس طيب. جدا. كويس جدا. طب انت متخيله, انت قلتي لي اول سنه تقريبا الريل استيت هينزل, لسه عند الكلام ده ولا لا؟ هو دلوقتي يعني ناس دلوقتي لسه مش حاسه
في التعب بتاع كوفيد قوي لان لسه في unemployment وفي فلوس كتيره. لكن في زي ما انت عارفه في شركات كتيره تطلع bankrupt دلوقتي, وفي restaurants are going bankrupt, وفي فبعد شويه هيبقى كل حاجه اوضح, هتبقى اوضح. بس مش هتحصل الريلست مش هتنزل غير السنه الجايه. أوكي. مش هتنزل السنه دلوقتي, لسه الريلست ماشيه كويس جدا لان الانترست قليله, ودلوقتي الناس زي ما بقول لك عندهم فلوس عشان بيجي لهم فلوس ما بيصرفوش. يس. فشايفين انترست. لكن بعد الناس اللي هتخسر they're gonna go unemployed or gonna lose their job. They may also potentially lose their houses, and then houses will. Hopefully, محدش طبعا يلوز حاجة يعني. بس يعني وقت الرنت نزلت, ناس كتير في ناس كتير بتدفعش رنت, فinvestment في real estate كرنت صعبة قوي, لأنك ممكن تأجري البيت لحد وما يدفعش, ما تقدريش تطلعي. Yeah, it's risky. Yes, you're right. Yeah, مزبوط. طيب. انت very involved, انا عارفه ان انت بتساعدي مستشفى كانسر صح, وبتساعدي اطفال وبتعملي حاجات كتير قوي قوي. دلوقتي انت في يعني ربنا حطك في البوزيشن ده او في المكان ده تقدري تساعدي في average woman, يعني let's say يعني انا مثلا average, how I can help علشان خاطر بعد كده اولادي يقولوا اه دي ماما كويسه, لان most of the women the Egyptian women average, فاهماني؟ فازاي انا اكون average بس ليا part علشان اكون a good model for my kids. سؤال صعب. طبعا يعني انت بتعملي خير جدا دلوقتي, يعني بتعملي الشوز دي وبتجيبي ناس كتيره, مش لازم كل حاجه بالفلوس, ساعات ممكن تعمليها بالعمل, بتساعدي حد تدرسي مدرسه, ساندي سكول يعني الكنيسه بتاعتنا كبيره وفيها خدمات كتير جدا. فدي مش مهم, يعني كل واحد بيعمل اللي هو بيقدر عليه البارت بتاعه. بالظبط. يس. اهم حاجه بس نكون انفولف يا جماعه, يا اما فعلا زي ما قالت ممكن تعملي كلاسز لو انت شاطره في احد المواد, لا ممكن تروحي ساندي سكول, اتس اميزنج ايديا. يعني ممكن في حاجات كتير قوي, بس تكوني اكتف علشان عيالك يبصوا عليكي وكمان هم يكونوا ناجحين وفالحين بعد كده في الكوميونتي. عارفه انا كنت خايفه جدا ان سارة اونلي تشايلد. وهي صغيره كنا بنروح على ثانكسجيفينج على الفود بانك. yes. ونقعد طول النهار كنا بنعمل ايه سارة؟ فولنتيرينج. نعم 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 الأكل. وكل كريسماس هي وباباها بيشتروا هدايا كتير جدا ويروحوا على تشاك هاسبيتال ويدوهم للولاد العيانة كل كريسماس حد دلوقتي وهي صغيرة. يعني لازم تعمل حاجة حتى لو بسيطة, بس حاجة بسيطة أي حاجة تروح تساعد شيء, يعني في لازم تخرج من البيت وتعمل حاجة. ما فيش حد ما يقدرش يعمل حاجة ويكون مؤثر. أيوة. الحاجة دي بقى وانت يعني انت صغيرة بتجيبي هدايا تديها للولاد في المستشفى, ازاي دلوقتي الميموري دي في دماغك لما بتيجي, ازاي يعني ممكن نقول ايه عملت engraved something inside you, what is it؟ الاحساس شفتي العربي الحلو ده, الاحساس. ايوه. يعني when I did this I felt like it was Christmas, and any you know I felt like you know it didn't matter you know the parties, the trees, the presents like you get, it's about the spirit of giving, because that's what Christmas is about, you know. So giving back, I felt, you know, you feel warmer inside, you feel something inside. Yeah, you feel happy actually. I have to give credit to my husband. Yes. He's the one that does that with her. That's very good, very important. طبعا احنا بنقول Mr. Prince hello, ونتمنى next time you can be with us with Miss Laila ان شاء الله. تعمل باي باي لبابا. هاي بابا. اوكي. طيب انا عارفة كمان سارة انت مش بتغني بس بالانجلش, سارة موهوبة كمان قوي بالغنى بالعربي, فاحنا معانا حاجة عايزين نشوفها لو المخرج جاهز بيها نسمع صوتها بالعربي. اوكي. من بختك ونصيبك, ما تنسى برضو نصيبك, وتسيبني روح قبل نصيبك, ما تنسى برضو نصيبك.
طيب طبعا دي كانت حفلة ليالي زمان، أستاذ عادل اسكندر احنا يعني بنوجه له تحية كبيرة. أستاذ عادل اسكندر عنده فريق جميل جدا من المطربين وبيعمل حفلات بتسعدنا. قولي لي بقى التجربة بتاعتك لما عرفتي انت هتغني بالعربي، وليه فريد بالذات؟ You know, فريد الأطرش كان الأول مغني أنا عرفت، يعني لما كنت صغيرة أنا سمعت أغاني بتاعه، يعني مع ستي. حاجة كبيرة قوي. Yeah مع ستي ومع مامتي. و I developed a love for Arabic music from the time I was very young. The first song I learned was جميل جمال. جميل جمال. The first song I ever sang. This is that song. بتقول إيه جميل جمال ده؟ مش فاكراها. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. كده انت جميله جمال ملوش مثال يا ساره. كنت بغنيها الاغنيه دي وبسمعها الاغنيه دي لانها فعلا جميل جمال. طبعا جميل جمال. بس it was an honor, really an honor to sing this to sing and to have my grandmother, my tata seeing that, you know, she helped make me into this. And it was honestly كان الاحلى يوم من حياتي. احنا so proud of you. بنشكر استاذ عادل اسكندر على الليالي زمان، ونتمنى انها ترجع تاني ونشوفك. والفستان بتاعك كان very very beautiful. شكرا. انا كنت بصور في اليوم ده، وبعدين ساره بقول لها فستانك جميل قوي يا ساره، انت قلتي لي اخترتيه عشان حاجه لونه ازرق، ليه؟ فاكره قلتي لي ليه؟ لا، عشان قلت لي عشان النايل لونه بلو. ايوه صح. ايوه انا الكلمه دي اثرت فيا قوي. حتى الفستان اللي هي عايزه تلبسه عايزه يبقى زي النايل بتاعت مصر. زي مصر. طيب حلو قوي. طب احنا معانا مكالمه ممكن ناخدها. استاذه بهجه مامت انجلا، هاي حبيبتي. هاي ميرا حبيبتي، عامله ايه؟ هاي ساره. انا عايزه بجد عايزه اسلم على ماما كتير، وحقيقي انت مثال للام المصريه الجميله اللي جواها حلم. واحنا من يوم ما جينا امريكا بنقول لاولادنا انتوا لازم تكونوا مختلفين، يعني انتوا موجودين في جو جميل قوي وامريكا وتحضر، بس لازم تكونوا مختلفين. هما مع اني بعدوا عن مصر سنين طويله ويمكن ما روحوهاش خالص ولا زاروها، بس جواهم مصر، جواهم مصر بكل حاجه حلوه فيها، بكنايسها، بالقديوره، بطبع اهلها. فاللي انا كنت بحاول ازرعه في ولادي السنين دي كلها شفته النهارده على الشاشة مع ام جميله وبنتها، ومثال وقدوه لاي ام فعلا. شكرا. اول تربيتك لساره وزرعت فيها حب مصر وحب ربنا والتربيه الكنسيه الجميله، بس دي كلها اسباب وحاجات تخلينا نقول فين يا ساره البرنامج بتاعك. ليك رساله قويه ومهمه، انا عارفه انك فاهماني العربي بتاعك حلو قوي. شكرا. او عايزه اقول لك انك ليكي دور مهم، انت قدوه ومثل. اللي ماما عملته معاكي ده لازم تعمليه مع اولادنا ومع كل الجمهور اللي بيحبك. ده حقيقي. فانت هتساعدي في تربيه جيل جديد بيتكلم لغتك وانت فاهماه وفاهمه مشاعره واحاسيسه، وتحاولي تطلعي بيه انه ياخد مننا عبق التاريخ، ياخد مصر وتاريخها الجميل واخلاقها، وازاي بطريقتك الحلوه، مش احنا نقول لاولادنا اعملوا كذا، المفروض تبقوا انتوا كذا، لا صحيح. انت بتعلميهم بطريقه بسيطه جميله بلغتهم بطريقتهم، بحاجه تخش قلبهم من غير اوامر او فاهمه. لما بابا وماما يقولوا اعمل كذا، لا، هو من نفسه هيسمع البرنامج بتاعك، هيشترك، هيحس انه عليه واجب وطني زيك، انت قدوه لاولادنا. فده سبب قوي انك تطلعي بالبرنامج بتاعك تاني وتنورينا وتنوري الشاشة وتوجهي اولادنا. انت هتربي جيل كبير قوي، لو كان ده سكول ده كلاس واحد، لو كنيسه يبقى كنيسه واحد، لكن انت بصي الناس كلها هتشوفك، الولاد كلهم هيشوفوك من كل الكنائس، كل الولايات. فبجد انت عليكي حاجه كبيره قوي، وده عليكي مسؤوليه بقى. فكيب جوينج، يلا عايزين نشوف البرنامج.
Yes, Bahga, thank you so much. وانا اضم صوتي لصوتك, وفعلا لو حتى بس مره في الشهر بس تقدري انسباير كل الولاد اللي هيشوفوكي في العالم تين ايج. انا معلش قبل ما تقفلوا معايا, انا كنت حاضره الحفله دي وزغرطت كتير قوي قوي قوي, وبقيت عارفه عماله مش عارفه اقعد, عماله اقوم اضايق الناس من كتر بهجة. انت كمان دايما على فكرة بهجة ماما كويسة جدا جدا جدا, وكانت مذيعة معنا, كانت مذيعة تقريبا من 10 سنين, كان عندها برنامج قوي جدا, وبعدين قالت لي انا بيزي, وانا نفسي يا بهجة انت كمان تيجي, صدقيني هتأثري في ناس كتير جدا. يا رب يخليك. احنا سايمين للجيل الجديد الجميل ده بجد. I'm so proud of you يا سارة. خلاص سارة ما تقدريش تقولي لا يا سارة. يعني انفيتيشن على الهوا. ثانك يو سو ماتش يا بهجة, عشان انا قلت لها بس هي ما كانتش يعني فيري اكسايتد, بس بعد مكالمتك no, احنا محتاجينك, احنا محتاجينك, ولادنا محتاجينك. اللي ماما عملته معاكي لازم توصليه لكل الاجيال. ميرسي ميرسي يا بهجة, خالص على المكالمة الجميلة بتاعتك. ربنا يوفقك يا ميرا يا جميلة. ثانك يو. انت قدوة جميلة جدا كمان لأولادك. صدقيني يا بهجة أنا شفت قد إيه بتتعامل مع أولادها. ثانك يو سو ماتش فور المكالمة. القناة دي بجد بجد بتبذل مجهود جامد جدا مش باين, وبتزرع حاجات حلوة قوي, والزرع ده هيطلع وفعلا هتشوفوا النتيجة بجد. انتوا عاملين عمل عظيم قوي, وبتحاولوا بتحاولوا وباجتهاد وبمحبه وبامانه, فربنا هيكلل تعبكم. صدقيني يا ميرا وتعبك كده, وتعب استاذ عادل. استاذ عادل برضو مذيع معانا هنا في القناه, فعادل جورجي, فاحنا بنشكرك جدا على المداخله دي. عادل ده محب للقناه والمصر والدنيا كلها والساره. ساره كله محب للساره. شكرا وقتكم. الف شكر. ميرسي ليك يا بهجة. سلام لساره ومامي ساره الجميله, وليك يا ميرا الف الف شكر, وكل اللي تعبانين في البرنامج. شكرا على لباقتك يا ستي. شكرا جدا. لبقة وشاطرة جدا. سارة يعني اعتقد ان هي قالت كلام مؤثر جدا. يعني انت فعلا لان انت باللانجوج بتاعتك هتقدري توصلي, يعني غير لما ماما تقول له لا لازم تعمل كده لازم تعمل كده, لما تيجي من واحدة في سنه او حد في نفس فاهمه, عارف ان هي اتولدت في امريكا وبتتعلم في امريكا ومع ذلك بتفكر بالاسلوب ده, فاكيد هو هيسمع منك اكتر ما يسمع من البيرنتس بتوعه. ويعني ربنا بجد بليست اس بالشانل وبالتي في, نقدر نوصل لناس كتير, فخساره ما ناخدش ادفانتج ونقدر نوصل صوتنا. فاتمنى ان يكون عندك وقت. يس yes. هنسال بابا الاول وبعدين نسال ماما ونكرر ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. استاذه ليلى انا عايزه نصيحه تقوليها لكل ام حاسه ان الدنيا كلها مشاكل, الدنيا كلها فوق دماغها. يعني كنت بكلم صاحبتي النهارده عندها طفلين, عماله تقول لي العيال وانا هموت, محدش بيساعدني, انا خلاص اعصابي. فانا عايزه اعرف وهم في سن صغير ازاي تقدري تبالانس everything, وكمان انت زوجه يعني انت ام وبزنس وومن وبتعملي حاجات كتير في التشاريتيز وكمان زوجه, يعني حاجات كتير, how you can balance everything. الحقيقه ما تقدريش تعملها لوحدك, صعب جدا, لازم يكون جوزك يساعدك وربنا اول حاجه, ويكون معك اهل يساعدوكي, لان دي يعني انا قدرت اعمل اللي انا اعمله علشان ماما وبابا واخواتي ودينا ومجدي يعني قرايبي وكلهم. يعني لازم تلاقي حد تاني تقدري تسندي عليه, لان صعب جدا تعملي كل حاجه لوحدك, فدي مهمه. يعني احنا يعني عايشين هنا بس ما شاء الله عايشين within 5 miles, عندنا جايبة أهلي كلهم عايشين قريب, وعملنا كده زي مصر بالظبط. إن لازم نساعد بعض, يعني البلد هنا صعب ولو عندها ولدين لازم تشوف, لازم تروح لأهلها, وبعدين هي كمان لازم تساعد. يعني أنا بقدر أساعد لما كنا في مساعدة, أنا كمان أقدر أساعد, فده مهم جدا, إن صعب إن أنت تعملي أي حاجة لوحدك, خصوصا لو يعني أكل وبيت وشغل وبنت وهنا دلوقتي بتسوق ما شاء الله عندها 17 سنه. لكن زمان ما كانتش بتسوق, كان لازم حد ياخدها حته ويجيبها من حته, وعندها دي وعندها ده والشغل وكونفرنسز وكل ده كله, فلازم توضبي وقتك. يعني تعملي كالندر, جوزي يقول nothing works unless you have it on the calendar.
عندنا كالندر وتحطي ايه اللي موجود وايه مين هيكون هنا ومين هيكون هنا، ولازم يكون في نظام، يعني لازم يكون في نظام في وقتك، وفي عشان لو عايزه حد يعني يجي هنا وبعدين دكاتره لازم حاجه لازم ننظم. مش كل الناس عندها اهلها وربنا احسن من الكل يعني، بس لازم نظام زي ما انت قلتي، كالندر ونظام، وتحطي اولوياتك الاول بالظبط علشان تقدري. الاولاد لازم they have to come first. الاولاد لازم come first. ولو شغلكم مش doesn't do that then that's a wrong job. لان دلوقتي الشغلات حتى يقول لك you know family comes first. يعني انت لو انت حاسه ان وقتك شغلك بياخد اكتر من الاطفال يبقى ده الشغله دي غلط، سيبيها وشوفي حاجه تاني. وكويس يعني الحاجه الحلوه طلعت من كوفيد ان دلوقتي في شغلات كتير جدا تقدري تشتغلي من البيت وتعمليها. يعني دي بنفيت ما كانش الواحد يفتكر انها تبقى بنفيت من كوفيد، بس دلوقتي في مانج ان 80% are working from home now. ده حقيقي. طيب سارة تقولي ايه لكل التين ايجر دلوقتي اللي بيشوفونا وهم يعني عناديين، دي نو وات اي مين؟ عناديين يس، يعني وكمان مش بيسمعوا كلام قوي. مش بيسمعوا كلام يعني ستابرن. ستابرن. فتقولي لهم ايه يعني ممكن واحنا في السن الصغير ما نبقاش عارفين مصلحتنا كويس، ازاي اقدر افوكس ان ماي جولز ماي فيوتشر فيرست، وطبعا الكنيسه بتاعتي او البراير بتاعتي مهمه كمان، والفاميلي، وبعد كده ممكن اروح العب بقى بلاي ستيشن ولا اشوف ماي فريندز. يعني امتى بتروحي تشوفي يور فريندز او بتلعبي جيمز؟ انت بتلعبي جيمز؟ طبعا مش جيمز في الكمبيوتر عشان I'm not into video games، بس انا احب اشوف صحابي وكل حاجه كده، and I relate you know it's hard to balance all these things. And especially now, you know, it's so hard to get into college. There's so much pressure. There's a lot more pressure, I think, on my generation than maybe in previous generations in terms of college, you know. And so it's a balancing act. But what I would say, you know, especially with the COVID, is that I feel for you guys. I know what it's like to do Zoom school and not to be able to see large groups of friends, and it's really hard. But the thing that's helped me, and that I hope if you're listening might help you, is focusing on the things that you can control. You know, I found that spending time with my family actually helped me alleviate a lot of the stress and the frustration I felt from being apart from my friends. And seeing a few friends, you know, of course, like making sure to be social distancing and to be staying healthy and safe is important. But it's you have to also make sure that your family, you know, they support you through this, because without your family support, it's so hard and it feels so lonely, you know, during this time. Yeah, that's amazing. Thank you so much, Sarah. احنا معنا مكالمة من دكتور تهاني حبشي. هاي دكتور. هاي وحشتينا دكتور تهاني. وين بكره؟ أنا مش قادرة أمسك نفسي عشان حبشي والسارة دي. It's a gift from the Lord. Yes. يعني أنا مش عارفة أقول إيه. رأيتها ويباركها. آمين. وطبعا ليلى وأنجلا دي هتفيدها. وجايدن her father ليلى، يعني أنا مش عارفة أقول إيه، ربنا يعني حطيتها in a flourishing environment. أنا كنت هفضل أتكلم يا حبيبتي. مش هفضل اتكلم على قد ايه انا بحبهم، بس انا هقول على حاجه. ليلى she has her family but also she has extended family which is a part of it. وانا feel so loved and cared for وانا قلت الناس دي. That's very nice. يعني انا مش هفضل كل ده، بس I will never be that close and that comfortable إلا لما ألاقي ناس تدوين كده ويعرفها و they are a good family to start with but I'm part of the family as well and I can يعني so proud to be honored to in that role. دكتور تهاني انت كمان غالية اكيد عليهم جدا 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 احبها قوي يعني ايوه for sure extended family for sure ايوه
Yeah, وبعدين يعني we have to have such people in our life because احنا كلنا عايزين بعض وربنا عايزنا نحس بعضنا ببعض. ف وميرا انت جميله قوي، ربنا يديكي افكار حلوه كده تجيبي ناس تحكي كل شويه ببرامجك الجميله. شكرا ونشوفك قريب في البرنامج دكتور تهاني، انت غاليه علينا جدا يا دكتور. انا عارفه حبيبتي وربنا يوفقكم و لطف كيسز بقى لليلى والسيرة وليكي. شكرا 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 قريب. ثانك يو على الكايند ووردز. ثانك يو. على فكره لما كنت بقول بردك لو ما عندكش فاملي اصحاب زي دكتوره تهاني وناس ثانيه، يعني في لو عندك اصحاب كويسه تقدر كمان يعني تساعدك. تساعدك وده مهم قوي، اكستندد فاميلي يعني. يا اكستندد فاميلي. طب حلوه الموده والمحبه يا جماعه، من غير بتكون مصلحه، بس بتكون بس نسال على بعض ونود بعض ونساعد ببعض بكلمه. اتس فيري فيري امبورتنت. بشكرك جدا جدا يا استاذه ليلى، واتمنى دايما ليكي النجاح، واتمنى دايما دايما بشوفك على الفيسبوك وبتعملي حاجات كتير، كلنا فخورين بيكي. بشكرك جدا. احنا معانا مكالمه من حد كلنا بنحبه، فممكن ناخد المكالمه دي. استاذ عادل اسكندر، اهلا وسهلا بيك يا فندم. هلو المايسترو استاذ عادل. ايوه اهلا ساره بتعمل لك باي باي. انا مش قدام التلفزيون بس بجيبه حاليا. بقول دلوقتي كل سنه طيبين، ملتهين بالابتسام. حضرتك طيب. وزايد العزمة قناة الساد دي المحبوبة لقلبنا كلنا يعني. شكرا. وانت كمان محبوب جدا وليالي زمان. وحشتنا قوي قوي. وطبعا بمسي على مدام ليلى بنت، وسارة بقى نجمتنا الجميلة. شكرا. فاكرة سارة احنا في سنة كده كان عندنا حفلة بالظبط. الايام زمان كانت بتقول ده كان احلى يوم في حياتها. دي الحقيقه. كان مولد نجمه، كان مولد نجمه شابه. صحيح. شكرا شكرا يا استاذ. رائعه جدا. ان شاء الله الحفله اللي جايه تبقى معانا كمان. ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنعد الايام. طيب بمسي على ميره وبمسي على كل مشاهدة. شكرا بالفنان الذي امتعنا يعني عادل اسكندر المايسترو العظيم. بنشكرك جدا، وبقول لكل الناس اللي ما يروحش ليالي زمان فاتوا كتير قوي يعني. الواحد فات نص عمره فعلا، الواحد بيحس انه اتسحب وراح ليالي زمان. لا مدام ليلى دايما بتبقى يعني من اول الناس اللي حاضره حفلات ليالي زمان، ودايما بتدعم ليالي زمان، وبنشكرها على مجهودها الكبير معانا. ده اصل يعني دي حاجه فعلا عايزه اقول للناس كلها عليها، يعني اللي يحب مصر ويحب الاغاني، والواحد بيفكره بايامه الحلوه، وبيكون احسن ثلاث ساعات يعني في الدنيا لما الواحد بيقعد يسمع ليالي زمان. ووحشتني قوي البروفا والكلام ده. اي واز سو جود يعني. ونحبك جدا احنا، وان شاء الله مستنيين بسرعة قوي ان احنا نرجع لليالي زمان تاني ان شاء الله. كلنا ربنا يشيل الوباء ده، وان شاء الله نرجع زي زمان. امين. وقول لي زمان يرجع زمان. ايوه زمان. ايوه بالظبط. ايوه. وسارة عاملة ايه اخبارك؟ انا كويسة، انا بس مشغولة خالص مع المدرسة و مع كولج ابلكيشنز، بس انا كويسه. شكرا شكرا يا استاذ. طب انا عايز تفاجئ منك كده كده، تقولي لي كام اغنيه كده حضرتيهم عشان نختار ونعمل بيهم حاجات حلوه. اوكي امين ان شاء الله. امين ان شاء الله. ان شاء الله المايسترو عادل اسكندر. شكرا جدا ليك، اسعدتنا يا مايسترو، وكانت مفاجاه جميله انك تكون معانا. واحنا عرضنا حته من الليالي زمان وساره على المسرح، بس يعني كانت منتظره من التليفون. اتس اوكي، بس انا كنت عايزه اعمل لساره مفاجاه واعمل للساده المشاهدين، وان شاء الله تكون معانا قريب في اسال مع ميرا يا مايسترو. ان شاء الله تحت امرك. وشكرا جزيلا لقناه سيسات والاداره مدام ايدي طبعا، مدام شيرين وكل العاملين، وطبعا ميرا طبعا، وكل الشغالين في القناه. شكرا ليك جدا يا فندم. شكرا على ذوقك. شكرا. كل سنه طيبين. حضرتك طيب. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. شكرا. That's a nice surprise. Very very nice surprise. وكل الناس بتحبك يا ساره. انا عايزه بس في شكرا. ناس كتير اسمهم ساره، عايزه اعرف هل هم عارفين معنى اسم ساره ولا لا؟ معنى ساره؟
هي كانت زوجة إبراهام. She was very قصدك معناها ايه الاسم؟ معنى بس actually it's a good history. سارة كانت very humble person وربنا باركها وهي في سن كبير وده طبعا ابنها. فسارة يعني ايه؟ تعرف يعني ايه سارة؟ سارة يعني أميرة. Yes يعني princess. أيوة exactly. Yes. البرنسس يا سارة احنا معانا مكالمة مهمة جدا هناخدها دلوقتي، بس أنا بشوف إن البرنسس من جواها أكتر من براها. يعني أنت يو لوك لايك أ ليدي وأمورة وجميلة، وزي ماما قالت جميل جمال ملوش مثال، بس اللي جوه دايما هو اللي بيعكس الجمال، وأنت فيري برنسس من جوه. شكرا شكرا جدا. العفو حبيبتي. طب احنا معانا دكتور هشام العسكري، أهلا بيكي دكتور. اهلا بيك، واحنا فرحانين بمداخلتك معانا. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. ميرسي. طبعا يعني اي دونت نو وات تو ساي، ولكن ليلى انت هاف بين يعني جريت فريند اند بليسنج تو هاف ان اور لايف. انا واسراء ومحمد وسيف وهاليا، شي نو هاو ماتش وي اول لاف هير اند وي لاف ذا فاميلي. يو كان يوز ذا وورد اليجنت كواليتي تو بين this is يعني the message today about Layla and Sarah. I just wanted to يعني to عارف كنا مع بعض اليوم الحفلة بتاع سارة، وكان يوم جميل جدا وكلنا كنا موجودين وكنا enjoyed يعني watching her and listening to her as well. شاكرين جدا شاكرين جدا ليلى وعارفها. شاكرين جدا والله وحشتنا جدا وحشتنا الايام دي، ومتشكره قوي على الكلمات الحلوه دي. واحنا بنحب اسراء ومحمد طبعا وكل اولادك الامارات، وتشكرين قوي. دكتور هشام انت وعدتنا تكون معايا قريب يا دكتور صح؟ ان شاء الله، بس احنا النهارده احنا بنتكلم على سارة، احنا مش بنتكلم على يعرف الموضوع. سوري كلهم يتكلموا النهارده عشان سارة. انا طلعت على الشو ده قبل كده لكن بدات سارة. يس لا هي طبعا هي الستار. وانا مبسوطه جدا بجد، مبسوطه قوي ان انا بسمع دكتور هشام واستاذ عادل وكده، مفاجآت حلوه قوي قوي. دكتور تهاني وبهجه. دكتور تهاني ثانك يو سو ماتش انجلا. شكرا جدا شكرا جدا جدا. ثانك يو سو ماتش. وي لاف يو وي لاف يور فاميلي. ثانك يو سو ماتش. احنا وي سو براود اوف يو كمان يا دكتور. ثانك يو سو ماتش. بصي يعني المكالمات اللي جات لنا من بنت صغيرة عندها like 13-14 years old أنجلا، من ماما بتشتغل وبتساعد بيتها وبتساعد ولادها وبتعلمهم بهجة، ومن فنان عادل اسكندر مايسترو كبير بيعمل حفلات ألافات الناس بتيجي، ومن دكتورة اسمها تهاني، ومن دكتور عالم بيعمل حاجات كتير قوي اسمه هشام العسكري. ناس كلها مش related لبعض. يعني انتوا لميتوا كوميونيتي كلها من الصغير للبسيط للدكتور للعالم. فرايتي جميله جدا وبتاثر في كل الناس. احنا بنشكرك جدا ونتمنى ان ربنا دايما يبارك حياتك ويبارك كل الناس اللي بتشوفنا. ومعانا مكالمه ثانيه هناخدها من استاذه حنان من سيمفوني ميديا من تينيسي. هاي حنان. مفاجأة. أيوة. طيب بتعرف مفاجأة. هاي جميلة. هاي طبعا سيمفوني ميديا اسم كبير جدا في عالم الفن، بيعملوا أغاني كتير قوي، عندهم يعني برودكشن، شركة برودكشن كبيرة، بيعملوا أغاني بيعملوا ترانيم كمان. فأهلا بيكي يا حنان. سيمفوني ميديا منورة مدام. شكرا. سارة مش مدام سارة. لا سارة مدام ليلى. أو مدام ليلى. أنا اتفرجت على صراحة في ليالي زمان الحفلة اللي فاتت ومبسوطة قوي بيها. جم من تنسيق. وبتابعكم دايما ومبسوطة فيك يا ميرا وربنا يوفقك ويعني ربنا يبارك في كل حاجة بتعمليها. ميرسي خالص. شكرا على المكالمة. أنا عارفة إن أنت ماما شاطرة كمان يا حنان. ثانك يو حبيبتي. قوي بتعلم. شكرا. ثانك يو ميرا. كل سنه وانتم طيبين. وثانك يو سو ماتش حنان. واستاذ فادي وهبه جم مخصوص من تينيسي علشان يحضروا حفله ليالي زمان. واو. وكانوا فاسينيتد بساره، وكل الناس كانوا فاسينيتد ان بنت امريكانيه صغيره بتغني بالبروفيشناليتي دي. ف انت يعني لمستي قلوب ناس كتير يا ساره،
وانتي كمان لمستي قلوب ناس كتير ولمستي قلبي كمان. ربنا حافظ عليكم ودايما يديم، دايما بقول يديم المحبه بين الكل يا رب. ان شاء الله. شكرا. ثانك يو سو ماتش فور كومينج، وسلمي على مستر بنس. وشكرا ليكي يا ساره، واتمنى اشوفك بقى المره الجايه تكوني انت المذيعه بقى واستضيفيني يا ساره ان شاء الله. انا عايزه حد يستضيفني. اوكي اوكي شكرا جدا. ثانك يو سو ماتش ويل سبنس مانجمنت، من اكبر شركات الاستثمار الموجوده في امريكا، وانا عارفه ان انت رقم 6 في امريكا صح؟ وومن 6 نمبر 6 وومن في امريكا في الاستثمار، يعني هي رقم 6 المره الجايه تبقي رقم 1 بقى. وكمان احنا ما اتكلمناش ان ساره ممثله، انا مش عارفه عندنا الصور ولا لا، بس ساره اخذت جايزه اوورد صح للتمثيل. أيوة. كانت الاوورد دي ايه؟ الاوورد دي واز نومينيت، ويل فيرست اي جوت نومينيتد فور، اي جوت نومينيتد فور ا لارجر اوورد ويتش واز best actress in a theatrical production. Wow. Within the Orange County the in LA. Orange County, yeah, in LA, from the Cappies critics. I didn't win, but I got nominated. Okay, that's very good. But it was very... Then nominated but للأوسكار. But she did win her school. Yeah, of I went, yeah. في الصورة؟ هي الصور هو أنا بعتها متأخر سوري، بس عامة إحنا هنشوفك تاني يا سارة، وإن شاء الله نجاحات أكتر، ونتمنى لك دايما نجاح. إن شاء الله. وإن أنت تكوني في بوزيشن كبير علشان الهيومن رايتس، وإنك تخلي بالك على الكوميونتي، وتكوني معانا تاني في السيسات دي. أيوه. يس؟ أيوه أيوه. وإن شاء الله أشوفكم قبل آخر السنة في حلقة تانية لو وقتكم يسمح. إن شاء الله. شكرا ليكي جدا يا استاذة ليلى، ربنا حافظ عليكم. شكرا جدا اعزائنا المشاهدين، انا فرحت جدا 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 الحلقه النهارده. ساره بنوته جميله خالص، انا بحبها قوي قوي، وبحس ان انا لو كان عندي بنت كنت اتمنى انها تكون فيري انجليك كده زي ساره. بس دايما حتى لو انتم ما عندكوش اولاد، الناس الحلوه اللي حواليكم هي اولادكم، ويعني بتحسوا بالنجاح بتاعهم اكنكم انتوا اللي ناجحين. فانا فرحانه قوي، وبشكر مدام ليلى بنس وويل سبنس مانجمنت، بشكر كل الناس اللي كلموني النهارده، فرحتونا جدا وفاجئتونا، وكانت مفاجاه حلوه. اتمنى دايما نجاح للبرنامج، ونجاح لكل ام بتحاول تتعامل مع أولادها وبتحاول تخليهم ناجحين وأحسن منها كمان. فدايما نتمسك في ربنا، ودايما نصلي لأولادنا أنهم يكونوا ناجحين. أيوة. وشاطرين، ولما يعملوا حاجة غلط بالراحة جدا نفهمهم إيه الصح. وربنا حافظ عليكم كتير، ودايما تابعوني في اسأل مع أميرة. الجمعة الجاية يكون معايا أستاذة مدين ماتا من بنسلفانيا، وهنتكلم على الانشورنس. دايما تابعوني كل يوم جمعة الساعة 6 بتوقيت كاليفورنيا، وكل يوم سبت الساعة 4:30. ربنا يحافظ عليكم. بشكر سيسات على كل الفرص الحلوة اللي بتديها لنا ان احنا نشوف ناس جميلة. ربنا يحافظ عليكم، واشوفكم في اسأل مع ميرا. باي باي.